أستاذة أبو حمدي لطيفة، مديرة مركز التربية البيئية بالدار البيضاء وعضوة في مكتب جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض. هذا النشاط هذا كيجي في إطار تشجيع المواطن بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة من أجل الاهتمام بالبيئة، من أجل التقرب من البيئة، ومن أجل التفكير في وسائل وطرق مبتكرة من أجل الحماية ديالها ومن أجل الحفاظ ديالها ومن أجل الانخراط في العمل الميداني للحفاظ على البيئة. المساهمات ديالتنا احنا كمجتمع مدني وكجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب هو أننا نقوم بالتربية البيئية داخل مؤسسة تعليمية باعتبارنا احنا مدرسين، إذا هذا عمل كنقوم به يومي بتكوين وتأطير الأندية البيئية داخل المؤسسات التعليمية، بإنجاز واحد المجموعة من المعارض البيئية طبعا والتفاعلية داخل مركز التربية البيئية اللي احنا تنشتغلوا فيه، اللي كنتلقاو فيه واحد المجموعة من الفاعلين ومن المهتمين بهذا المجال هذا، وكنعملوا فيه تأطير وزيارات كنستقبل واحد العدد من الأشخاص خاصة التلاميذ المؤسسات التعليمية، بحيث كنقدروا نوصلوا حتى 10,000 زائر خلال سنة واحدة. وبالتالي الغرض من هذه الزيارات الزيارات ديال مركز التربية البيئية، عندنا في مجالات متعددة طبعا، كاين في الماء، كاين في الحفاظ على الماء وكيفية تدبيره، كاين في النفايات، كاين على مستوى الطاقة، يعني المدينة المستدامة. إذا يعني المواضيع متعددة، وبالتالي الغرض الأطفال أو الناس اللي كيزورونا هنا الأهم حاجة أنهم نعطيهم المعلومة إلا ما كانتش عندهم، وإلا كانت عندهم نزيدو ندعموها، والأهم على أساس أن يقوم بتغيير سلوكات إلا كانت يعمل سلوكات خاطئة، وحنا كلنا كنعملوا سلوكات خاطئة. إذا فقط الوقوف عندما هو صحيح. إذا هذا البرنامج هذا كيجي في إطار جائحة كورونا للكوفيد 19 اللي هو وباء عالمي، ولكن وحنا عادة مولفين تنديروا هذه المسابقات، يعني كل سنة تنديروها في مجالات متعددة، ولكن هذه السنة هذه بالخصوص ما كانش ممكن أن نعملوها بشكل حضوري، ولكن وما كانش وحنا كلنا شفنا أن البيئة ارتاحت منه، ملي جلسنا في الديور هي ارتاحت. فقلنا انه رغم ان الناس في ديورهم يمكن يعملوا شي حاجه اتجاه البيئه ويحافظوا عليها اكثر، ولذلك كانت هذه الفكره لاننا نطلبوا من الناس انهم يبدعوا ويعطيوا افكار وتجارب وافكار اللي نيره، الافكار اللي غادي تحافظ على البيئه بشكل احسن. وكانت نتائج ممتازه، فيديوهات من اطفال صغار جدا يعني من ابتدائي، وكذلك من اساتذه ومدرسين في مختلف المستويات التعليميه. الاسم ديالي ميلود، اسم العائلي الجيراري ميلود، انا من الطبقه الشغيله ديال اللوزين. نعم، كيفاش عاد التدوير بان لقينا كاينين بزاف ديال الناس هذو الطيور كيحنطوها ولا تيكوفروها، قلنا احنا علاش اللي ما نوضوش نصوبوها من اشياء اللي متلاشيه وتبان كانها هي نيت محرضه، ولكن ناخذوها من الصوره الاصليه مثلا ديال الفرخ، بحال هاد بلارج هذا، شوف كيفاش نديرو. وتا هو كذلك عينيه ببوشات، يعني كل شيء كان مطروش، لا كارتون ولا ببوش، فحنا حولناه الى تحفه. ومن كل عائله واحد، دابا وصلنا تقريبا 70 عائله من انواع الطيور، لان كاينه 10,000 عائله وكل عائله شحال كتولد. دابا حنا درنا من كل عائله واحد، يعني كاينه 70 عائله هنا، ماشي كلهم بحال هذه، كل عائله بوحدها. هذا مثلا بلارج اللي حنا كنعرفوا، ولا القلاق ولا السيكون، هذا اللي عنده المنقار ديالو بحال البلغة سميتو بيك صابو، معلوم لان هذا كيتسمى اختراع، وهذا الاختراع ممكن اننا نستغلوه ونربحوا به، لان اي شخصيه يحب يكون عنده واحد النوع من الطير ويقدر يعطيك الثمن فيه اللي تبغي، لان الفن تا هو خصو يتطور، ما غاديش كما كان في الصناعه التقليديه تيخصها تطور، ما تبقاش دائما غير في ذاك المثال اللي كنعرفوه في الفخار، في الجاج، في الخشب،
تخصنا من كل حاجة نديرو منا شي حاجة. السلام عليكم، معكم هشام أغورد، المنسق الإقليمي للتربية البيئية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة الصويرة، وكذا عضو جمعية مدرسي علوم حيط والأرض فرع الصويرة. إذا كما شفتوا في هذا الحفل ديال توزيع الجوائز ديال أحسن مبادرة بيئية، واللي صراحة كتعتبر واحد يعني واحد مناسبة أو محطة هامة في 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 يعني في المسيرة البيئية للجمعية، ولا حتى المؤسسة ليديك، ولا حتى مختلف الشركاء اللي كيشرفوا على هذه المسابقة. صراحة التتويج ديالي جا يعني بعد واحد الجهد اللي يعني خديت المبادرة ديالو في الأيام الأولى اللي أعلن فيها المغرب على الحجر الصحي. فكانت البداية ديالي يعني من السطح، كانت صراحة فكرة بسيطة يعني ديال واحد الأصيص اللي كنت باغي نعتني به، حتى شوية وليت في جوج في ثلاثة في ربعة واحد الوقيته يعني تطورت الامور، وليت كنفكر انني نخدم على حديقه منزليه اللي صراحه انني توفقت باش نجزها، واللي استثمرت فيها مجموعه من يعني المسائل اللي كتهم الحياه البيئيه داخل المنزل، واللي منها خاصه اعاده تدوير النفايات، واللي ركزت بزاف على يعني الصناديق المكسره ديال الخضر والفواكه، اللي قمت باعاده الاصلاح ديالها ثم صباغتها ثم الاستعمالها في يعني التثبيت ديالها على الحائط، وبالتالي الاستعمال ديالها في واحد المجال فني. الحاله او العنصر الثاني اللي خدمت عليه هو يعني انتاج واحد السماد طبيعي منزلي من البقايا ديال قشور النباتات، يعني قشور الخضار والفواكه، لا من عند المنزل ديالنا ولا من عند المنزل ديال الجيران، اللي ربما حتى هما تولعوا بشكل او باخر بهذه المبادرات. والنقطة الثالثة اللي خدمت عليها الا وهي تحسين يعني الفضاء او تحسين الهواء المنزلي، حيث انك يعني في السطح ديال المنزل ما بقيتيش كتحس انك في واحد الفضاء ملوث يعني بالادخنه ديال السيارات، وهذا يعني وليتي كتعيش انك بحال جالس في يعني واحد غابه او حديقه يعني من الحدائق ديال المدينه. وصراحه هذا شيء كيشرفني، وكنتمنى ان هاد المبادرات يعني تستمر، والشباب ديالنا حتى هو يتولع بكل ما هو بيئي. راه البيئه شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. السلام عليكم، معك انس من طيفور، تلميذ تاع سنه ثالثه اعدادي. صراحه التتويج كان بالنسبه لي فرحه كبيره ليا، واللي كتخليني ديما انني نزيد قدام وندافع على البيئه، حيت هو حقنا جميع وخصنا كاملين نحافظوا عليها. بالنسبه للتلاميذ الصغار كنصحهم حتى هما يدافعوا ويشاركوا في المسابقات ويطلعوا الاعلام ويوصلوا صوتهم باش حنا نديروا التغيير، حيت المثل كيقول اول يو دان سويت لي تنابخ الومي اون بوجي، يعني كنا كل واحد كي الوم واحد الشمعه، كل واحد صافي ما يبقاش الظلمات غيولي النور.